السلام عليكم ومرحبا بكم طولك شو رمضاني الفني اليومي والمباشر رمضان معنا كنواكبو يوميا كاع الجمهور اللي كيتفرج فينا من خلال بزاف ديال الفقرات متنوعه خفيفه وظريفه ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم فشكرا لاختياركم ميديا انتر كل رمضان وانتم بالف خير لمزيد من الاجر والثواب اليوم 13 شهر الفضيل كنطلع عليكم دائما من نافذه رمضان معنا رمضان معنا وحنا معكم فقط على قناه ميدي ان تي في ومباشره من استوديو هذا الرباط معنا عائله لي كرونيكور ديال ميدي ان تي في وديال برنامجكم رمضان معنا معنا جود دائما موجود مرحبا بك مرحبا بك اسامه مرحبا بك بشرى كوثر مرحبا بكاع الناس اللي كيتبعوا رمضان معنا من نهار الاول رمضان حتى لهذا النهار شكرا على لي ميساج ديالهم اللي كنشوفهم في باج فيسبوك في انستغرام في تويتر حتى الناس اللي كتلاقاونا في الزنقه وعجبهم رمضان معنا حنا فرحانين اننا معكم هذا رمضان ومعنا كذلك صاحبه ستوريز على منصات التواصل الاجتماعي الصحفيه كوثر حمومي اهلا بك بشرى اهلا اسامه وجود اهلا بكل مشاهدين واوفياء البرنامج ديال رمضان معنا اليوم عندنا مفاجأة في الفقرة ديال جوجود جود ياك مع واحد الفنانة مغربية مع فنانة مغربية كنقولوا الناس تسناو باش تكتشفوا شنو هي المفاجأة وتكتشفوا شكون هي المغنية المغربية وكوثر بطبيعة الحال ككل نهار وجدت لنا ما يروج وما يجول في مواقع التواصل الاجتماعي هذا الشيء كامل من دابا شوية أما دابا فنربطوا الاتصال مباشرة مع البلاطو الخارجي اللي فيه نوفل العواملة إليك الخط تفضل مساء الخير اسامه جود كوثر بشرى مساء الخير لمشاهدينا الكرام لمتابعي برنامج رمضان معنا اذا طبق جديد اسامه سواء من استديوهاتنا المركزيه هناك او حتى من هذا الاستوديو الخاص في العاصمه الاداريه في عاصمه المملكه المغربيه الرباط شنو عندك البروغرام نوفل اليوم كالمعتاد اسامه الفقرات الثابته حاضره الرساله شاف موحه وفقرات اخرى ولكن الجميل في الأمر أن لدينا ضيف لديه عشاق كثر عشاق بالملايين داخل خارج أرض الوطن هؤلاء العشاق ربما من يعشقون التحدي ممن ألفوا الشباك العذراء لسنوات طوال ممن عشقوا ملحمة مكسيكو سيتي ممن أحبوه حين كان هناك في مايوركا يصنع الحدث حتى أن مايوركا بنت له تمثال لتخليد ذكراه الحديث عمن استأنسوا وسعدوا بملحمة تونس 2004 وعدد كبير جدا من الإنجازات التي لا تمحوها الذاكرة ضيف خاص واستثنائي ضيفنا اليوم بادو الزاكي أسامة جميل جدا بادو الزاكي هذا يكون حاضر معك فغادي نلتقيو بك من دابا شوية نوفل أما هنايا في البلاطو فغتكون حاضر معنا الفنانة المبدعة المتألقة والمطربة هدى سعد غتكون حاضرة معنا من دابا شوية كما قلتي كذلك نوفل من بين الفقرات اللي ولفتوا عليها غادي تكون معنا الرسالة ديال يسري المراكشي تجربة اجتماعية جديدة معنا الفقرة ديال ذوق وتمتع أو بالأحرى ذوق وتمتع مع الشيف محا كذلك غادي نتعرفوا على الكواليس والأسرار والأجواء ديال الحفل باسو فقرة أشكال باسو بالإضافة إلى مفاجأة جو وجود ها كتبان لنا الفنانة ما عندنا إطلاقة فوالا بانت لنا زينب أسامة من دابا شوية مع جود بشرى اش كتعاودي؟ كنعاود غير كل خير في الشهر الفضيل أكيد أننا كنتلاقاو دائما مول المغرب مع العائلة ومع الأحباب ومع الأصدقاء وكتكثر الزيارات العائلية لأنه فعلا الشهر الفضيل ماشي هو شهر الصيام فقط ولكن شهر الصيام والعبادات وصلة الرحم مع الأحباب لذلك كتشوف وقيلا كتخرجوا مول المغرب سحان مرة لا مرة من غير الزحام فبزاف ديال المرافق العموميه بحال المسارح ودور الشباب ودور الثقافه كيكون عليها اقبال كبير لان الناس كتخرج من المغرب باش تشوف عروض وكذلك المراكز التجاريه الكبرى كاين بزاف ديال الحويجات كيطراو من المغرب الناس كتنقل بواحد الطريقه يعني وكتنقل اون فامي كيكونوا مع الاطفال والدراري الصغار وداك الشيء بزاف د الحوايج زوينين ولكن الحوايج اللي شويه كيديرونجيو هو انك بعض المرات ما كتلقاش فين ستاسيوني ودوك لي غارديان حتى هما عرفتي شنو حال كيوليو داير السياره كيتعداو يعني الثمن ديال جوج دراهم الاغلبيه ديالهم وكيوليو انه كيولي الغارديان شي شخصيه مهمه في الشارع العمومي لانه كتامنوا على السياره ديالك الى لقيتي فين ستاسيوني وصعيب جميل بزاف. يعني هذا الترويح على النفس كيف ما قلت يا بشرى ضروري يعني في شهر رمضان بعد نهار طويل ديال الصيام وديال العياء
بعض الاحيان. فمن الجميل ان الانسان يخرج يفوش شويه كيف ما قلتي ويمشي لهاد المسارح او بعض الاماكن اللي فيها مثلا اشياء ثقافيه او اشياء مفيده بحال هكا. لا زوينه هو انه ماشي غير كيوقع واحد الرواج زوين حتى المقاهي ناحية اقتصاديه حتى هي حتى المقاهي يعني كتكونوا للتراس كلهم تيكبروا وكيوليو يعني المقاعد حتى في الشارع والناس كتتلقى كتلقى حتى بدوك صحاب قدام اللي ما عمرك تلاقيتيهم كتلاقاهم في مورا الفطور في رمضان. قالت لك هذه يا جود واقع تلاقيت بزاف ديال الناس هضروا معايا شحال هذه ماشي غير انا الناس كامله كيقولوا حيت كلشي كيخرج مورا المغرب كلشي كيفطر كيمشي يصلي التراويح وكيقول نخرجوا شويه نشوفوا شنو واقع. وهذه حتى الفكاهيه اللي كيديروا لي سبيكتاكل ديالهم في رمضان كنشوف ما شاء الله انه لي صال كاملين عامرين دونك انه رمضان حاجه زوينه. من تنقل وسط المدينه نمشيو للتنقل خارج البلاد معك مع الخبير ديال الكوثر. انا عندي واحد الخبير يمكن ما غاديش الناس كاملين يتيقوا لانه واحد الدراسه دارتها واحد الشركه مختصه في السفر كتقول على انه دبي دابا ولات هي الوجهه الاكثر شعبيه للصور ديال الازواج على انستغرام من بعد ما كانت باريس. اذا طيحت باريس من على العرش ديالها ولات دبي هي اللي كتحتل هاد المرتبه الاولى عالميا. انا ما قدرتش صراحه نتيق هذا الخبر ببساطه لان باريس باريس وفينيس هما اللي مشهورين بالازواج وديال الصور الازواج هما اللي مشهورين يعني تاريخيا بان الازواج كيمشيو كيتصوروا في المعالم ديالهم. فدابا برج خليفه ودبي كتعاود النطيحات يعني العمارات العاليه والشاهقه والمنتجعات يعني في دبي كنعرفوا بانه هي العاصمه الوحيده العربيه اللي كتطور ماشي شهر بعد شهر ولكن يوم بعد يوم وهي شونتي مفتوح اكيد كل الاجانب ملي كيجيو لها يعني كينبهروا. انت تفضل انت جو تفضل تصور مع الزوجه ديالك في باري ولا في دبي؟ بعد انا فرحني هذا الخبر لان دبي دوله عربيه قبل من كل شيء وزوينه دونك كنتصوروا في دبي اكيد اصلا كتعجبني. لقيتي المراه ولا مازال المراه في دبي ماشي مشكل راه كاينه في بلاصتها وقال باري برج خليفه باقي في بلاصته غير المراه الله يسهلك فيها. غادي ندوزوا لفقره ستوري. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي كان واحد الجدل كبير اكيد انكم سمعتوا عليه يعني منذ الامس كيتعلق يعني بداك الفيديو اللي نشروا الفكاهي الشاب امين الراضي والذي يدعي فيه على انه تعرض للاعتداء اللفظي والجسدي من قبل احد رجال الامن في مدينه الدار البيضاء. رواد مواقع التواصل الاجتماعي وقبل يعني ما تتكشف التفاصيل ديال هذه الواقعه بشكل رسمي خرجوا عبروا على المواقف ديالهم. كاين اللي كان متعاطف مع الشاب الفكاهي امين الراضي وكاين اللي تعاطف مع رجل الامن ولكن قريبا يعني غتحسم هذه القضيه هذه من بعد ما تكشف نتائج ديال التحقيق الذي تباشره المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء. والإشارة فإن المديرية العامة للأمن الوطني كانت نشرت البلاغ يعني حول هذه الواقعة واللي غادي نقرأ لكم منه بعد المقاطع. البلاغ ديال المديرية للأمن الوطني أعلنت أو ذكرت أنها تفاعلت بسرعة وجدية مع مضمون هذا التسجيل المباشر الذي يدعي صاحبه أن شرطيا بمنطقة أمن البرنوسي عرضه للسب والشتم المقرون بالعنف الجسدي أثناء توقيفه قرب من قنطرة تتمليل بالدار البيضاء وذلك قبل أن يظهر المقطع المقطع احتكاكا بين الطرفين أثناء محاولة نشر الفيديو تصوير وجه الشرطي. وأضاف المصدر ذاته أنه في مقابل البحث القضائي الذي تشرف عليه السلطات القضائية المختصة باشرت مفتشي العمل الأمن الوطني بحثا إداريا موازيا لتحديد أي تجاوزات مهنية منسوبة لموظف الشرطة وذلك في أفق ترتيب المسؤوليات والجزاءات التأديبية على ضوء ما ستسفر عنه الأبحاث المنجزة. وحنا كنتظروا طبعا تفاصيل ديال هاد التحقيق دارت البوز بصح هو شي كيهضر عليه دابا في مواقع الجمهور خصو يعرف شنو وقع قبل هذاك اللايف فيسبوك وشنو وقع من بعد اللايف فيسبوك. ما عارفينش شنو وقع قبل شكون الفوتيف الاجواء الظروف فاش وقع هذاك الحادث او داك سوء تفاهم. واللي وقع من بعد هو انه امين رادي مشى ديبوزا واحد الشكايه وهذا التحقيق متواصل. الله يحسن العوان سمح لي جود الله يحسن العوان لهم بجوج لان امين الرادي كان عنده ستريس ديال السبيكتاكل اللي كان عنده مور المغرب في يعني في مركز تجاري كبير في الدار البيضاء وكتعرفوا الجمهور كبير كان تيعاينوا وكذلك ستريس اللي كيعيشوه رجال الامن لان كتعرفوا في رمضان والصيام والحراره فالله يحسن يعني العون للجميع. وكذلك رساله يعني الرواد مواقع التواصل الاجتماعي انهم ما يعطيوش مواقف كيف ما قال اسامه واراء
من قبل يعني ما تكون روايه رسميه من جهه رسميه، وديك الساعات غيكون عندنا حريه التعبير اننا نعبروا بالشكل اللي بغينا. غنوزع السبيكتاكل ديال الامير رادي كنت حاضر ليه في مركز تجاري مدينه الدار البيضاء، طلع فوق لاسين غنى مع الجمهور واحتفل بمليون متابع على الانستغرام فوق لاسين مع الجمهور، ما شاء الله كان بزاف ديال الجمهور، ودوز السبيكتاكل ديالو زوين، كانت شي 20 دقيقه كندور 25 دقيقه. ومبروك على امير رادي النجاح ديالو، ان شاء الله هذه القضيه تتحل بشكل ودي بيناتهم جوج ان شاء الله. والان انتقلوا للتقرير اللي اعدته الزميله إكرام بن جنان حول أهم أخبار مشاهير المغاربة والعرب والأجانب لنشاهد. أنشر مصطفى قمر أول صورة كتجمعه مع الإبنة ديالو جودي قمر بمناسبة عيد ميلادها، صورة اللي كان واضح فيها الشبه الكبير بين مصطفى قمر والإبنة ديالو. انتشر خبر زواج ليدي غابرييلا وينزدور من رجل أعمال توماس كينستون، وانتشرت صور زفاف الملكي اللي تقام في قلعة وينزدور بحضور الملكة إليزابيث وأفراد من العائلة الملكية البريطانية. هل تعتقد والدتي أني أخاف من زوجتي؟ حاجة أنا بخاف من مرتي شي؟ كان هذا هو تعليق الإعلامي مصطفى الأغا على الفيديو اللي نزل على حسابه بالإنستغرام رفقة زوجته والأم ديالو، نسألها واش كان خاف من زوجتي وإجابتها كانت كالتالي: لوليك أمي عملي ساوي. انشرت الفنانة رانيا يوسف لحظات من أجواء حفل السحور اللي جمعها مع مجموعة من أشهر الفنانين العرب من بينهم الفنانة إلهام شاهين وابنها. شكرا لك كوجر. من بعد الفقرة ديال ستوري ندوزو دابا للفقرة ديال الجو وجود. اليوم في جو وجود احتفلنا مع واحد الفنانة مغربية اللي عيد ميلاد ديالها اليوم 19، كنقولها سنة سعيدة وكل عام وانت بألف ألف خير. فكرنا حنا طاقم رمضان معنا أن نحتفلوا بها بطريقة ديالنا. زينب أسامة. يوم 19 ما يعرف ولادة الفنانة المغربية زينب أسامة، لهذا قررت أن نحتفل معها بهذه المناسبة ونتكلموا على خططها المستقبلية. يبارك فيك، وطبعا كنبغي نقول لكاع الناس اللي قالوا لي هابي بيرثداي ميرسي بوكو. اش لك هذا راسك في عيد ميلادك؟ درتها واحد المرة. شنو شريتي؟ جو مغابيل مشيت درت شوبينغ، قلت هذا هو الكادو ديالي لعيد ميلادي. شنو دازت السنوات اللي فاتوا ما تبغيش تعيشي فات السنة والسنوات الجاية؟ بزاف د الحاجات. مثلا طبعا احنا كل يوم كنتعلموا، واي حاجه كتوقع لنا في حياتنا سواء سلبيه او ايجابيه كتكون درس بالنسبه لنا. فطبعا خديت بزاف ديال الدروس في هذه السنوات اللي فاتت، يعني في حاجات مختلفه، منها انه الانسان على قد ما يقدر انه الوقت ديالو يكرسوا الاشياء المفيده ليه. غتقول لنا العمر ديالك ولا غتصفيه؟ 26 عام. 26 عام. انا ركبت معك بزاف طوموبيلتك زينب، راه ما يمكنش حاجه كتسوقي بجد. كنسوق دغيا. كطيري 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 كطيري. كنطير. باقا كتسوقي باقا كتسوقي بجد. شوف هو الحمد لله، يعني الحمد لله زيرو اكسيدون، الحمد لله بليز، الحمد لله الحمد لله. كنسوق بالعقل، واخا بعض المرات كنضطر انني نسوق بسرعه بحكم انني اما تكون مزروبه ولا شي حاجه، الا ديما الحمد لله عندي كنسوق بعقلي. تكلمينا على الحظوظ ديالك في موازين السنه. هاد السنه هذه عندي مشاركه في موازين منصه النهضه ان شاء الله، اللي طبعا كنتمنى يعني داكشي اللي غادي ندير يعجب الناس، لانه غيكون مختلف شيئا ما على كاع داكشي اللي شافوني به. شي واحد استغل لك باش يتشهر؟ واه طبعا، يعني الانسان ملي تيكون عليه غير شويه الاضواء، ماشي حتى بزاف نقولوا، كاين بزاف الناس كيحاولوا يستغلوا سواء من الوسط الفني سواء من الوسط العملي. فطبعا هناك اناس اللي حاولوا يستغلوا هاد الاضواء اللي انا فيها وهذا، ولكن شوف انا كنمشي بواحد المبدا، الا قدرت نعاون شي حد نعاونه، ما كيهمنيش لا غيستافد مني ولا غادي يبان على ظهري ابدا. شنو صافي فتح ديال الالبوم الجديد ديالك؟ وداك الشيء علاش غبرت، لانه فعلا كيوصلوني بزاف ديال الميساجات. زينب من مرضى دحياني غبرتي عام، هذا فعلا فعلا البوم يعني راه صعيب باش الواحد يوجدو. البوم مغربي مصري شحال فيه متنوع؟ شحال فيه من اغنيه البوم؟ 8. زينب الى رجعتي لي زانترفيو قدام ديالك كتلقاي كتجاوبي بعفويه، جاوبتي على حياتك الشخصيه بزاف، جاوبتي حتى على عمليه التجميل اللي درتي. سام ديرونج با. خطوبه ما ندمتيش على دوك التصريحات اللي كنتي؟ ابدا، حيت هذاك الشيء ما كيامباكتينيش، ما تيديرونجينيش. الفيت انني نقول دايره تجميل ولا لا، ومن بعد يعني شوف قبل ما كندير الحاجه كنكون مقتنعه بها، مادام انا اقتنعت بالحاجه
ما تهمنيش الناس يبغيوها ما يبغيوش، انا مقتنعه بها. بزاف ديال الفنانات ملي كيكبروا في العمر، انت ما كبيراش ولكن ملي كيكبروا في العمر كيقول لكم ما ندمتش على الزواج اكثر ما ندمت على انه ما عنديش واحد الولد ولا واحد البنت وبقيت عاطيها غير الفن. انت كتفكري في الولاده زينب؟ في الولاده جادور لي بيبي، جادور لي بيبي. طبعا نبغي، انا انسانه، انا برج الثور، انا بعدا كنامن شويه بالابراج حيت شي ناس ما تيامنوش بهم. البنات ديال برج الثور تيكونوا مستقرات، عندهم كاركتر مستقر، فانا كنبغي تكون عندي حياه مستقره طبعا. لكن حاليا فعلا غنظلم، يعني الا كون كان عندي عائله ولا زوج ولا حاجه كنت غادي نظلمو، لانه فعلا كنكب الطاقه ديالي كلها والانرجي ديالي كلها في لاكارير ديالي. زين من سولتكم هنا قدام انه دائما عقلي انا كيمشي بعيد، شنو تبغي يكون عندك ولد بنت جوج ولاد جوج بنات؟ بلاتي نفكر اللي غيعاونوكش تبقى في رمضان، لان حنا في رمضان لا ما نعذبهمش ما تعذبهمش. انا ديما بغيت تكون عندي عائله كبيره، فبغيت نولد خمسه. بغيت نولد خمسه سي فغي، ماشي زعما ماشي كنضحك، ويكونوا هكا ميلونج ولاد وبنات. زينب شكرا بزاف، كنا فرحانين انك كنتي معنا. ميرسي بوكو، انا فرحانه بزاف تواجدي معكم. ومره اخرى رمضان كريم، ربي يخليك علينا وعليك. الف 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 خير علينا وعليك. اخر حاجه نتمنى غنينا شي حاجه زوينه من الاختيار ديالك. شمس الاصيل، شمس الاصيل، شمس الاصيل ذهبت خوص النخيل، يا 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 ني. زينب أسامة بغات تولد خمسة ديال الأولاد، أنا بغيت نسول واش شحال باغي تولد؟ شحال تبغي تولد من ولد؟ انت راه ولدي. انا ولدك. انت خويا الصغير. شحال تبغي تزيد عليا، تزيد علينا ديال الاولاد؟ الاولاد نعمه من عند الله، واللي عنده وليدات والله يطلعهم في الشكل اللي بغى، واللي ما عندوش الله يرزق وليدات. غنمشيو عند ولد الدار نوفل العوام. وانت حضيتي يا صاحبي بوشطه، تفضل نوفل اش كتعاود من جديد عندك؟ كي دوزتي هاد تولد ساعه ديال الانتظار. مزيان اسامه، حنا متابعينكو، كان متابعينكو. واحد الموضوع اللي صراحه يعني بغيت غير تشاركوا فيه، هو الحادث اللي وقعت يوم امس. الامين وايضا احد رجال الامن، بصراحه كما قلت انا كنتفق معك اسامه قلبا وقالبا كما كيقولوا، ربما حتى الاراء انقسمت في مواقع التواصل الاجتماعي، انه احنا ما عرفناش شنو وقع قبل باش نحكموا على ما وقع من بعد، ولكن اكيد العنف من اي طرف هو مدان. غير هو عندنا واحد الرسالة رمضانية ربما أسامة، أنه يعني كما قلنا في عدد من الحلقات هذا شهر التسامح، وخا الواحد كيكون يعني أعصابه مشدودة، ولكن هذا يبرد من جهته والآخر يبرد من جهته. نكونوا في الطرقات متسامحين، في الأسواق متسامحين، وكما كنكونوا غزالين من وراء الفطور في القهوة، كل شيء راضي، كل شيء ناشط، كل شيء مزيان. هذاك الشيء اللي كنحاولوا نبقاو على طبيعتنا ونتحلوا بالصبر والإخاء والتسامح، خاصة عندك الحق نوفل. هذه القيم كذلك نلقاوها عند الضيف ديالك سفير كرة القدم بدو الزكي، اللي نتلاقاو معك نوفل في البلاطو الخارجي من دابا شوية. فاصل ومن بعد نواصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في الجزء الثاني من برنامجكم اليومي على ميديان تي في رمضان معنا. أهلا بكم في هذا الاستوديو الخاص، حيث نرحب وترحبون بأسطورة حية من أساطير الكرة المغربية، حاصل على الكرة الذهبية، متسيد للكرة العالمية في مونديال مكسيكو عام 1986، أيضا تسيد الكرة طولا وعرضا في جزيرة مايوركا، فكان العميد المدلل والقائد المحبوب. من سلة للوداد فالمنتخب، ثم الليغا الإسبانية، مسيرة حافلة لأسطورة اليوم. وحين التجأ إلى عالم التدريب كان مدربا فذا، فقاد المنتخب الوطني لملحمة تونس 2004، حيث وصل أسود الأطلس للنهائي وخط مسارا مشرفا في التصفيات المؤهلة للمونديال، ولكن في مناسبتين لم يحالف الحظ بالاستمرار على رأس الجهاز الفني لأسود الأطلس. ترحبون ونرحب مشاهدينا الكرام بالمدرب الوطني القدير نجم كرة القدم المغربية في سنوات الزمن الجميل سي بدو الزكي. سي زكي مرحبا. شكرا أخ نوفل. اولا كنبارك العواش لجميع المغاربه بشهر رمضان الكريم، وكذلك المشاهدين الكرام. كل عام وانتم بخير، ورمضان له طقوس خاصه لكم انتم معشر الكرويين في التدريب، في ساعات لعب المباريات. يعني البارح لعبتوا مع العشره مع الحسنيه اكادير. ورمضان احنا كنديروا
برنامج خاص للتدريب كتكون مع من الربعة للخمسة وربع. ومن طبيعة الحال في لافي ديال الماتش كنديروا التدريب بالليل مع العشرة، والمباريات كنلعبوها بالليل، يعني ما كيكونش واحد التأثير كثير. آخر حصة تدريبية كديروها في التوقيت تاع المباراة؟ آخر حصة في التوقيت ديال المباراة. أداء اللاعب كيكون بحال رمضان بحال الأشهر العادية ولا كيكون فيه نقص بعض الأشياء؟ إلا سولتيني على الماضي اللي كنا كنلعبوا في الصيام الجيل ديالكم، فصعيب باش يمكن لك يكون الاداء تاعك داك الشكل اللي كطلب، ولكن ملي كنلعبوا مور الفطور فعلى الاقل تكون المستوى مطلوب. صحيح. الان انت في محطه جديده، تعود مجددا للديار لارض الوطن عبر بوابه نادي الدفاع الحسن الجديد، كيفاش غادا الامور مع فارس دوكالة؟ والحمد لله الفريق ديال الدوكالة فريق ماشي انا غادي نعطيه بطاقة الشخصية ديالو، فهو فريق عريق، فريق اللي غير الموسم الفارق كان كيلعب البطولة ديال الكاف البطولة الإفريقية، واللي ديما كيلعب على البوديوم. هذا الموسم داز من سحابات صيف اللي حقق نتائج إيجابية واللي نتائج سلبية اللي طولت واللي دخلت الشكل جميع الفعاليات وكذلك اللاعبين. في هذه الفترة هذه الفريق ديال أو المسؤولين ديال الفريق الجديدي اتصلوا بي باش يمكن لي نعطي إضافة للفريق، والحمد لله تنظن بأن الفريق اللي كان كيعيش في أماكن مكهربة فهو على بعد أربع دورات القرصو كينافس على الأماكن الأمامية. صحيح. والان تنظن بان الفريق رجع ديك الروح تاعو رجع السكه تاعو الصحيحه، ولا كيعطي اشارات قويه بالنسبه للموسم المقبل. واش باغي ترد الاعتبار لبدو الزاكي بعد تجربه مع اتحاد طنجه لم تعمر فيها طويلا على المستوى الوطني؟ اقول لانك يعني لديك كانت بعدها تجربه هناك في الجزائر اكثر من مشرفه يعني، ولكن على المستوى المحلي مع الانديه الوطنيه في البطوله الوطنيه ربما لم تدم يعني فتره تدريب اتحاد طنجة لما كان يصبو إليه بدو الزاكي. وكتعقل أنا حاورتك في ابن بطوطة قلت لي اللعبوا على الألقاب ويعني لدينا مشروع على مدى سنوات، ولكن الأهم من ذلك أنك تبني فريق تنافسي. فللأسف يعني مدة ثلاثة أشهر أول ثم الرحيل. باش غادي ندو على رد الاعتبار بدو الزاكي، بدو الزاكي الاعتبار تاعو كيردوا للتاريخ ديالو والأرقام اللي كاينة سواء كلاعب سواء كمدرب. بالنسبة لاتحاد طنجة، فاتحاد طنجة كان مشروع ديال تكوين فريق تنافسي، فريق يلعب على البوديوم ولما لا ينافس على اللقب. نعم. وتنظن المشروع أشرفت عليه أنا وكونته أنا بالتنسيق مع الإدارة. من طبيعة الحال البطولة أو الأهداف ما كيمكنلكش تحققها في 8 ديال المباريات. الاهداف كتحقق موسم في لافان ديال الموسم. لهذا وكانوا بعض الامور اللي تنظن اللي خلتني نكون مقتنع وحتى المكتب يكون مقتنع باش يمكننا نفاصلوا. وتنظن العمل اللي قمت به راه الفريق مشى في ديك الصحه وحصل على اللقب. علاش كترفض العروض الخارجيه؟ يعني انا من الناس الذين يعرفون بانه جاك فرص تدريب في الخليج العربي، أندية ومنتخبات منهم منتخب أسود الرافدين منتخب العراقي اسمية ماشي سهلة على مستوى المنظومة الكروية العربية أو الخليجية. علاش دائما وبدأنا نراك يعني مؤخرا منطقة مغاربية سواء في الجزائر بتجربة أكثر من رائعة سنعود إليها أو حتى على مستوى الأندية المحلية منذ مغادرتك يعني كتيبة أسود الأطلس؟ لا بكل صراحة في ديك الوقت كان كيصعب علينا نخرج من المغرب بحكم الأطفال تاعي كتمنوا الدراسة، كان مازال سواء البنات سواء أيوب مازال الدراسة كيخصني نكون بجانبهم، إلا كنت غادي نخدم في كرة القدم نخدم داخل المغرب رغم العروض المغرية اللي كانت كتجيني من الخليج. أما الآن فتنظن بناتي راهم في فرنسا كيكملوا الدراسه تاعهم، عندي ايوب الان تا هو خارج المغرب، بقيت غير انا والمراه، فيمكن يجيني مرحبا. يمكن يجيني عقد في الصومال نمشي ليه. نمشيو نسترجعوا معاك ذكريات لانه تالقتي خارجيا انت، انا قلت يعني في المقدمه انه من يعشق التحدي لديه هديه اللي هو انت، من يعشق الاصرار وبعزيمه الرجال يتابعنا اليوم، حيت انت نموذج ماشي كان كنقولها كتقولها اجيال السي الزاكي. غنشوفوا لحظات مجد خطت هناك في ارض الجزائر معك في نهائي كاس الجزائر ونيل لقب غالي مع شباب الوزداد.
الشرف 2006 2007 امام ولودية الجزائر. منذ قليل شاهدنا ايضا صانع هذا الفوز والتتويج الثالث له هو وعزة. الان طبعا الحديث يجري بين هذا المدرب المغربي بادو الزاكي يفوز. شاهدنا صور مشاهدينا لنهائي كأس الجزائر وفاق سطيف مع شباب بالوزداد، مباراة كانت نارية بكل ما تحمل من الكلمة معنا، ولكن نفس تلك اللقطات ربما السي زاكي اللي شاهدنا معك في تونس 2004 شاهدناها في عدد كبير جدا من مباريات تصفية كأس العالم مع المنتخب الوطني، مع الوداد حتى في أحد المواسم حين تركت الفريق على بعد جولتين من اللقب، نفس اللقطات تتكرر مع بادو زاكي، ذاك العناق بينك وبين اللاعب البديل اللي سجل هدف المباراة بطريقة رائعة. لقب خارج الديار له طعم خاص اكيد من طبيعه الحال، وبالاخص ملي كتمشي عن الفريق اللي كان غارق، اللي كان مرشح الاول، اللي ما قلتش كان وضع رجله الاولى في خصم الوطني الثاني، وكان ما كندوش على لامبورتي، كان كنتكلموا على فريق شباب الوزان اللي هو فريق عريق وعنده قاعده جماهيريه كبيره. صحيح. بحال لك تقول هنا الوداد ولا الرجاء، عقل شنو كانوا كيقولوا لك بادو زاكي بادو زاكي، احنا ماشي ملاح من السعارات اللي ملي مشيت، وانا ملي مشيت من الجزائر غادي باش نقول لا بطريقه نقولوا ادبيه بحكم الناس اللي اتصلوا بيا، وكذلك الصديق هما راه عيطوا لك غير جي زورنا وشوفنا وشوفنا وشوف بعينك. ملي شفت داك الاستقبال وداك الحب اللي كيكنوه ليا الجزائريين، ماشي ديال بلوزداد، كان الشعب راسه اللي ما عنده حتى علاقه بلوزداد، وشفت المباراة ديال المدية مع بلوزداد، والمدية كانت من كلاسية الخامسة وبلوزداد في الصف الأول أولمبيك المدية، وشفت المستوى ديال اللاعبين تقريبا بحال مع ميزة لبعض اللاعبين ديال بلوزداد اللي عندهم إمكانيات شوية أحسن، وداك نقدر نقول داك الرغبة تاعهم يتمناو فيا الخير باش نقبل العرض، بقيت كنشوف قلت هاد الناس هادو حرام، صعيب تقول لهم لا، صعيب نقول لهم لا، وكاينه سيما ولا سات تما وباقا 19 مباراه، يعني ما كاينش ان ريسك 19 مباراه بهاد المجموعه هادي، الا ما غاديش نخرج الا ما غنديرلهاش لو مانتيا من الاحسن غير نوقف التدريب. صحيح. وفعلا قبلت باش كانت مسيره موفقه وعدت عوده الابطال مجددا. الحمد انا لله. لا هنا اقرد الاعتبار سي زاكي، ماشي كنقولها زعما انك فشلت او اخفقت، انت قلتي الفشل يكون على مستوى موسم كامل، لانه لم يتم يعني نهايه البطوله التي حتى ربما يكون فشل في مباراه، وحنا اختلفت مع عزيز العامري عليها، ولكن البطوله اللي كنت لاعب عليها انت راه باقا ما سالتش المنافسات فيها، وبالتالي لا يمكن ان نقول بان زاكي مثلا ناجحه او فشله مع طنجه، لم يعطى الوقت الكافي. في نفس الوقت كنت جيتي من الجزائر بلقب كاس الجزائر، انا بغيت نرجعك للفتره وارى ان كان بادو زاكي سيغير بعض الاشياء من قناعاته في حال يعني عاد به الزمن الى الوراء. نرجعك الى الوراء في يوم تنصيبك على راس كتيبه اسود الاطلس كناخب وطني سنه 2014 لما اعتقد. اذا قبل ان نعطي الكلمه للساده بادو زاكي ومحمد فاخر، إذا سيسلم السيد فوزي القجع رئيسيا على تنصيب السيد بادو الزاكي مدربا للمنتخب الوطني المغربي. وكذلك القميص الرسمي للمنتخب الوطني للسيد محمد فاخر الذي سيتولى مهمة تدريب المنتخب الوطني للمحليين. كان لديك يعني رغبة وإرادة بالعودة لكتيبة أسود الأطلس، طموح مشروع لم يتسنى ذلك بعد مغادرة إيراك غريتس، عين رشيد الطوسي، وتتذكر معي اللجنة التي نصبت آنذاك ووقع الاختيار على رشيد الطوسي، قاد الأسود في نهاية كأس الأمم الأفريقية، فشل مرة أخرى. على العموم جاء بك للمنتخب الوطني، الآن طويت صفحة المنتخب، ماذا يمكن أن يعني الأمر الذي يمكن أن يتداركه بادو الزاكي؟ تغيير طريقة التعامل، تغيير بعض التصرفات، ما يمكن تصحيحه مثلا، أو
الاحتفاظ به من طرفك لو عاد بك الزمان إلى الوراء؟ لا ذكرتي بعض التصرفات، يمكن أنت كصحفي وكتعرف التصرفات تاعي وكتعيش مع المنتخب سواء في المعسكرات وفي بعض الأمور اللي كتوقع، شنو هي بعض التصرفات اللي كتكون هي ما مقبولاش سواء تجاه اللاعبين أو تجاه المسؤولين أو تجاه الصحافة اللي ماشي يدك؟ أنت تسأل أو كنسولك؟ لا خليك، أنا بغيت نعطي أمثلة أحداث ولكن فهي ما كاينه حتى شي حاجه اللي يمكن لي نبدلها في النقطه هذه. علاش كيقولوا لك انت صعيب؟ انا جايك يمكن من الاسباب. غادي نرجع بك للوراء وغادي نرجع بالسؤال تاعك وعاد تقول لي شنو يمكن لك تغير. يمكن نغير حاجه واحده، والطاقم تاعي كله كيخصني نكون نشرف عليها انا اللي نعزله، والطاقم اللي خدم معايا المره الثانيه. علاش قبلتي في الاول؟ علاش قبلتي في الاول؟ قبلت في الاول بحكم المشروع، بحكم كذلك الدور اللي غادي ياخذ هذاك الطاقم اللي ما طرحوش. ما دخلش في الفن. ما دخلش الا مع كامل الاسف. كتعرفوا الباقيه كيف دايره. ولكن انت علاش مثلا انت ذلك المتمرد الذي لا يحتوي الاخر؟ يعني علاش مثلا بدو زكي ما يكونش مثلا ذاك الحضن الكبير الذي يمكن ان يسير بجانبه مثلا شخص، خاصه انه اللي معاك يعني نقدر نقولوا اسماء عزيز بودربالا، مصطفى حجي واخرون، هذول ما كانوش يعني انتما لعبوا معاك، بودربالا لعب معاك، نجوم كبار في عالم كره القدم. لان كاين الاختصاص. صحيح، ولكن النظام ماشي جاي من كوكب اخر. يعني ادوات التواصل فيما بينكم راه باينه، تقدر توصل لحل وسط. ملي كتحط واحد طريقه العمل وطريقه التعامل بواحد الرؤيه اللي كنبين لك الفلسفه تاعي وكنبين لك الطريقه ديال العمل تاعي، وهذا الدور تاعك هاف يمكن لك تعطي بالنسبه لها بغيتي تفيدني، الا وكيكون العكس. نعم. فهنا يا يعني ما عندك ما تغير من 2004. لا ما يمكنليش نغير الطاقم، كيخص يكون 100% ديالو انا فقط. فينا اما المسائل مع اللعابه فالحمد لله. ما كانش عندك مشاكل مع اللاعبين؟ اعطيني بن عطيه ما عمرو كان معك شي؟ اعطينا شي لاعب. تقرير بوشحاتي شنو كان فيه؟ طلعتي عليه؟ شو التقرير؟ التقريرات اي تقرير كيمكن له يدار، خصك دير تقرير على مثال السلوكات ديالي انا. ما كنحضرش للتدريب، كنستعمل لي فواياج ديال المنتخب باش يمكن لي ندوز لا دروغ او ندوز شي حاجه اخرى او شي مساله اللي ماشي هذيك. اما باش دير التقرير عليا انا والفريق. ماشي عليك، هو رئيس لجنه المنتخبات كان انا ذاك، وبالتالي وضع المنتخب الاول في. شوف اي تقرير دار عليه في ذاك الوقت كله مغلوط. كنت تتاهل معنا المونديال؟ بصراحه بهذيك الكتيبه اللي كانت عندك كنت توصل لكاس العالم كما دار رونالدو؟ معلوم وصل لكاس العالم، ونوصل حتى لا فينال في كاس افريقيا. فينال؟ حتى لكاس افريقيا نوصل لها. قدر يقول لك لقيتي صعوبات مع ليبيا، كيفاش زكي كتقدم نفسك انه تمشي للمونديال وانت كان عندك صعوبات في اكادير مع منتخب ليبيا؟ والمنتخب ديال رونالدو لقى صعوبات مع كاب فير وغيره، ماشي الخبي الاخرى اللي حنا بثلاثه ساوتومي. مع ساوتومي ربح بجوج ديال ضربات الجزاء هنا في اسمه عليه، وحنا ربحناهم 3-0 ويمكن ضيعنا سيل من الاهداف، ورغم ذلك تحت انتقادات، لان اي مباراه عندها الظروف تاعها وعندها الاكراه تاعها. فاحنا في جوج المباريات درنا 6 ديال النقاط، في دور المجموعات في كاس العالم تاهلنا. صحيح. يعني اصون بورس اصون الاهداف الاهداف هي محققه. اما باش غادي نقلب على امور بان انا عندي مشاكل مع اللعابه، عندي مشاكل مع الستاف، عندي مشاكل مع انا مشاكل مع الستاف ما عرفت حتى ديك لها رونار بان راه المنتخب حجي ولا لارغيت كانوا كيتصلوا به، كيفاش واحد معاك كيخدم معاك وكيتصل مدرب اخر؟ يمكن اي واحد يتصل به الا واحد من الطاقم اللي كيخدم معاك في الطاقم الفني. ولكن هذيك القضيه كلها اصلا يعني وكان وقلناها انا ذاك يعني انا كصحافه قلناها بانه مساله الاستقاله كانت مرتبه منذ زمن. غتعذرني لانه الجزء الثاني من رمضان معنا انتهى. سنذهب الى استديوهاتنا المركزيه في الرباط معك اسامه، والعوده باذن الله ستكون في اقل من نصف ساعه او 40 دقيقه على ما اعتقد مع ضيفنا لحلقه اليوم السيد بدو زكي. تفضلوا بالبقاء معنا.
شكرا لك نوفل. وملا فغادي نرجعوا دابا للبلاطو المركزي الرئيسي ميدي ان تي في بالعاصمه الرباط من بعد الفاصل. شي بركه ديال الاشهار واحنا معكم. مرحبا بكم من جديد من البلاطو المركزي ديال البرنامج اليومي والمباشر رمضان. معنا مازالين مواكبين معكم هاد الساعتين قبل الفطور مباشره، ومعنا كوثر حمومي حاضره ومنوره. تصفيقه على كوثر. كوثر الاسطوري. مازال معنا جود بيومي وتسريحه الشعر الرائعه ديالو. تصفيقه عليه. ولكن انا بغيت نصفق عليك انت اليوم جيتي بوكوس بزاف. شنو تبارك الله عباس. عوناتك. لا لا عوناتك. اسامه اليوم جا بوكوس. ديما بوكوس ولكن اليوم ابقص. عرفتي ديك ابقص. وبشرى مازال ما صفقنا عليها. باش نصفقوا عليها. صفقات بشرى. بغيت نجاوبك على واحد السؤال سولتيني قبيله. شنو ديال الوليدات؟ ديال الوليدات قلتي لي شحال تبغي تولدي. انا شخصيا باغي نعرف بشرى اهري شحال باغي يكون عندها من ولد. شتي دابا هي ملي الضيف ديال النوفل العوامله هو الاسطوره هو الاسد بدو الزكي وبالاخص انه ولد مدينتي وكان بيدي اخويا جود وكون كان من المتاح اني نولد 11 ولد وندير فرقه الكره ونسميها فرقه الزاكي وتبقى خالده في التاريخ. يا بوشرى علاش باش تولد 11 ولد؟ غد يلعبوا كره. علاش كره فيها الفلوس يا بوشرى؟ لا ماشي حيت بدو الزكي مغربي ونبغي ندير فرقه الكره من 11 الولد وتكون متفق. ما عرفتش متفق بدو الزكي ولا لا؟ لا غيكون متفق. تحيه لك كي سمعنا. اسامه فكرتني بشرى ب زكي وليداتو تفرقة مغلباتو. بشرى وليداتها تفرقة مغلباتها. لا هو زكي داروا ليه هو معاك سي زكي فرحانين اننا تكون معنا في رمضان بيناتنا. شكرا الاخت بشرى. كي جاتك الفكره زوينه ديال 11 دري وديروا فرقه واللي يدربهم ويكون المدرب ولكن انت تدربهم بشرط انت تدربهم لان غنسميها فرقه بدو الزكي. ان شاء الله. تحيه لابناء وبنات بدو الزكي. تحيه لهم حتى هما. غادي نهضروا واقيلا معك نوفل على هذا الامر وماشي غير الجانب الفني التقني المهني والكروي مع بدو الزكي ولكن اكيد على الجانب العائلي والشخصي هادشي كامل. من دابا شويه كنأكد للاشاره انه غادي تكون حاضره معنا المطربه ضيفه ديال الحلقه ديال رمضان. معنا المطربه هدى سعدة تلتحق بنا من دابا واحد 7-8 دقائق ماكسيموم. اما دابا جا الوقت ديال تغطيه برنامج رمضان معنا السبيكتاكل ديال باسو. اليكم هاد الصور. كاميرا رمضان معنا كانت حاضره مع باسو في عرض ما قبل الاول سبيكتاكل ديالو هوليود سمايل لمسرح محمد الخامس على هامش مهرجان اجي تهضم. ماشي اسطايس انا دابا تقدر تدفعني نطيح ليك. شوف ماشي ستريس ديال بصح ولكن داك ستريس اللي ايجابي. دابا انا كنتسنى غير اش بقيت نطلع سيغ سين. خص غير ديك الدقيقه جوج دقائق الاولى سيغ سين غيمشي كلشي. دونك كاين ستريس بزاف. السبيكتاكل ديال هوليوود سمايل هي واحد باسو لاول مره كيتقاسم مع الجمهور يعني التجارب الخاصه ديالو في حياته وعلاقته مع مراته ومع ولاده وداكشي داكشي اللي انتيم بزاف وشي حوايج اللي الناس ما كيقدروش يعبروا عليهم مثلا في الحياه العامه. فكنمشي لابعد نقط يعني في العلاقات مثلا العائليه الزوجيه العلاقه مع الابوين اكسيتيرا. وهوليوود سمايل كتريبريزونتي يعني الامريك ملي كنقولوا هوليوود سمايل يعني اليو اس سمايل يعني الضحك بالطريقه الامريكيه. دونك غيكون اول مره ستاند اب بطريقه امريكيه ديالو يعني بالمايك كيكون في الليد ماشي سيرتيت كيكون بالليد ولومبيونس كتكون فان سامبل ما فيهاش بزاف ديال كما كيقولوا دوك الستيج امبليشمنتس ما كيكونش الزواق بزاف فوق الخشبه. دونك الجمهور كيتكونسونطرا غير على داك السيد اللي كيجيو سيغ سين وكيبارطاجي شي حوايج انتيم مع الجمهور. انا مستعد ندافع على الالوان ديال البلاد مستعد نمشي للتنين مستعد نمشي نحارب نتقاتل ولكن باش تقول لي راه غنديوكم واحد شهرين ترينيو بالباراشوت كيفاش تطيحوا من السماء لا مستعد نولي مواطن سوداني. والقاعة كانت ممتلئة عن آخرها والجمهور تفاعل مع القفشات ديال باسو. عرض صراحة زوين بزاف والله. متابعين ديال باسو؟ ايوا نورمال
نورمال نتابعوا بس ومده هذه كاع ماشي حتى لدابا شحال هذه والحمد لله كان عنده عرض صراحه زوين وكان نصح الناس يجيو يتفرجوا فيه عرفتي الفوغيغ بزاف صعيب انني نضحك فريمون من قلبي بزاف وضحكت بزاف الميتريز بيان لا سين فريمون باسكو كنعرفو من 2009 من كوميديا واحد ليفولوسيون خطيره سبيكتاكل زوين بزاف فريمون بور لا بروميير دات راه واعر برافو برافو بزاف تسناو عرض رائع تبارك الله مور الفطور كتجي داك الفكاهه زوينه يعني تبارك الله عليه فريمون حاجه زوينه بزاف وضحكنا وتفاعلنا معاه وتبارك الله عليه كلب كيدوز عاد كيمشي ينعس واش مندوش عاد كتخلى الدوش عنده واش منك عنده شي 300 الف شامبان هذا ديال الريحه هذا ديال الحساسيه هذا باش ما يضروا عينيه انا الا دخلت الدوش اي حاجه فيها الريحه نقدر نغسل بها مايونيز نقدر نغسل بها اللي كيتشوف نقدر نغسل بها عواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد شكرا جزيلا ما كاينش لا بس واخا ما كاينش اليوم واخا ما كاينش كاين قالك مايونيز تقدر تغسل به شي تقدر تغسل به شعرك ضحكتني شتي تماري اللي كيضرب الكوميدي في الاول قال لك ستريس بزاف ودومينيت الاولى صافي كيحيد ستريس كيكون ستريس قبل اللايف ومن بعد والفرحه الاخرى هو انه تيطلع الجمهور اللي يتفاعل معك انه كيتصور معك غادي نمشيو دابا للموجز الاخباري ونعود رفقه الضيفه ديالنا اللي وصلت هي دي تكون معنا المطربه الفنانه المغنيه هدى سعد فاصل مع الموجز ومن بعد نواصل مرحبا بكم من جديد في التوك شو الرمضاني اليومي والمباشر رمضان معنا في هذا الجزء الثالث منو مازال معنا بشرى هريس مازال معنا جود بيومي مازال معنا كوثر حمومي والتحقت بنا المطربه الفنانه المغنيه كاتبه الكلمات الملحنه الطباخه الماهره مديره الفندق والمتعدده المواهب هدى سعد حاضره معنا مرحبا بك مرحبا بك اسامه مرحبا بك سلوى جود وكوثر سلوى هريس حيت عندها ديك الالف المقصود حبيبه ديالي بشرى انا تلت على راسي بشرى اهريش الممثله الرائعه ديالي اللي كنحماق عليها وانا سعيده جدا بالتواجد ديالي معكم في الباطو كنحيي الجمهور اللي كيشاهدنا عبر قناه ميدي ان تي في وكنقول لهم ان شاء الله تكون هذه الحلقه خفيفه على قلوبهم هدى اليوم من غير انك جيتي كلك جمال جيتي كلك سر كيقولوا ديك المراه مسريره وزوينه وغزاله ربي يخليك جيتي غزاله بجلابه اليوم ربي يخليك الحمد لله انا كنسمع بزاف هاد الاطراء اللي هو البلدي كيقول لي الناس كيجي معك البلدي وانا كنشكرهم على هاد تبارك الله عليك ميرسي سمعت انا في رمضان عزيز عليك الصالي اكثر من السكري ماشي في رمضان انا اون جينيرال تنبغي لي صالي ما تنبغيش الحلويات حيت الا درت الحلويات مع لي صالي غادي نوصلوا فشي حاجه خيبه بزاف لا ولا طبخه ماهره نقدروا نمشيو نشفطوا نديروا داك الشيء اللي كيدارش انت طبخه ماهره عرفتي انا كنتبع لي ستوري ديالك عرفتي كيجيني الحسد بديك الخضره ملي كتقضيها من لا فيرم ياك وكنبقى نتبع دوك لي سوب وهذا ولكن اختك ما تعلمت والو منك حبيبه اجي عندي انا عرض عليك قدام الجمهور الا عندك شي وقيت مرحبا والف مرحبا واخا داكشي عندي متواضع يلا كنت انا كنتعلم وندير واحد التجربه زوينه ونوريوها حتى للجمهور نعلمهم كيفاش كنطيب نعلمهم اتاي بالتخليطه اتاي بالتخليطه اللي بغيتي كلشي داكشي القديم ديال زمان انا ما عنديش مع داكشي الطياب ديال دابا مودرن شويه السوجا شويه هذا كتعطي انا كيعجبني العطريه القديمه بحال دابا اليوم يلا وصلتني العطريه من زاكوره من بلادي تيديروا فيها واحد 30 40 عشبه وقلت لهم صيفطوا لي باسكو اولا صحيه وثانيا بنينه وثالثا شي حاجه اللي كتبقى عندك على مدار السنه اما العطريه العاديه تقدر بو دو سمان تبرد وما تبقاش تعطي النكهه ديالها وكتكون مدقوقه على اليد باش كتعرفي بانها طبيعيه ومشمشاف وكاينين بعض العناصر فيها تيكونوا عندهم واحد المده زمنيه في السنه ما تيكونوش بحال البصله اجي تعرض عليك ديري برنامج ديال الطبخ ما نقدرش علاش حيت حتى هذاك مهنه وخاصها تكون فريمون مدروسه انا كنبغي غير نطلات زائرة أنا غير زائرة في ميدان لا مازال غادي نهضروا على الموضوع بأكثر تفاصيل غير كنزوركم مرحبا بك هدى كريستي تندير لكم شي حاجة تنكذب عليكم لا لا داك الشيء ناجح هذا أنت واضع منك هدى هدى رمضان كدوزي في كازا ولا في مراكش؟ كندوزو في مراكش مع العائلة ديالي الأسرة ديالي وأنا إجمالا في رمضان ما تنبغيش ندير يعني خرجات إعلامية أو سهرات لأنه تنعتقد بأن هذا الشهر الكريم شهر تعبد وتقرب الله سبحانه وتعالى على
و... ويعني روحاني كنبغي نقضيه مع الاسره ديالي. انا على مدار السنه كلنا كنكون في تنقلات، فكان جو بريفير انني نجلس في الدار في هذا الشيء. علاش كنشكروك هدى سعد؟ لانك تختاري، لانكم عزازين عليا بزاف. المنابر الاعلاميه فين انا كنبغيكم، وتلاقيت معاك في الافتتاح ديال الفيلم وعرفتيني وفرحت بزاف بالدعوه ديالكم، وانا سعيده بهذا. نورتي البلاطو ديال رمضان معنا، وعندنا واحد الفقره، واحد الفيديو اللي مؤخرا درت البوز ديال واحد الانسان عزيز عليك بزاف اللي هو الوليد ديالك فارس. هذا الفيديو درت البوز نكتشفوها. يلا نودي. فين غنوض؟ نودي. اش غندير؟ نودي. فين نمشي؟ نودي. فين؟ فين نمشي وفين فين نمشي؟ فين غادي نمشيو؟ ها؟ نودي. لا نودي نودي. انا يعني كنعتذر لك يا فارس، ان شاء الله ملي تكبر تشوف هذا البرنامج. يعني هو كان تعذب معايا باش انا بغيت غير يبقى يقول ديك الكلمه ديال نودي ماشي تنوضي. ما شاء الله شخصيه قويه عنده. عجبتني عجبتني. انا بغيت نصير نوض معاه، ولكن تلمو عجبني داك الوقت. اش غندير؟ اش فين غنمشي؟ هو ما عرفش علاش بغاك تنوضي، ولكن بغاك تنوضي. نوضي يا اما نمشيو نلعبوا يا اما نجيب ليه شوكولا، المهم اي حاجه، المهم غير نوض. ولبسي صباطي. فارس كتشبه لك ولا كتشبه لبابا؟ لانه بدا عنده واحد الشخصيه قويه. نوضي نوضي خاصك تنوضي. لا بجوج. بابا عنده الصرامه والحزم في الشخصيه ديالو، وانا عندي شويه ديال الجنون. فجمع ما بين هكذا وهكذا. الفيديو شافت بزاف على الويب. رأسا على عقب. يعني شخصية أخرى، ماتوريتي. وليت كنبغي ولدي أكثر ما كنبغي راسي، بيني وبينك كنفكر فيه أكثر من راسي. فالناس الأمهات اللي كنحييهم عبر ميديا غادي يكونوا فهموني وحسوا بيا، لأن هذا الإحساس ما يمكنش تلقاي ليه عبارات ممكن توصفه، لأنه إحساس عميق جدا. شنو رايك في برامج المقالب اللي هذيك 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 غميزه هذيك داك الاحساس الجميل الجميل العميق اللي فريمون واخا نعيو ما نبدعوا في الوصف تيبقى شي حاجه اللي هي الله يسمح روحانيه الامهات. وفعلا الا كانت الجنه تحت اقدام الامهات فاحنا كنا تحت اقدام الامهات. وكنحيي ماما من هذا المنبر وتنقول لك احمق عليك. الله يخلي لكم الاسره ديالكم والام ديال الزوج ديالي كذلك وكلهم العائله كامله امهات المغرب كامله. سؤالي لي كان هدى سعد، هو رايك في برامج المقالب ديال رامز جلال؟ ما عرفتش كتبيهم ولا لا؟ المشاكس. انا سمعت ان هذوك البرامج تكون برامج يعني فيها تحضير مسبق، مفبركه او عندها اتفاق مع النجم ديال الحلقه، لانه كنشوف بانه ما في كاين هناك واحد الجانب من التمثيل، كاين اخراج، وطلعوا بعض الممثلين بانهم خداو مبالغ على المشاركه ديالهم. تعرضت عليك شي مشاركه بحال هكا في العالم العربي؟ آه. لا ما عمرها ما تعرضت. انا حيت انا ركزت في المغرب ما وهما في العالم العربي تيكون عندهم برامج خاصه بهم، ولكن تعرضت عليا كاميرا خاصه حيت صوروا في المغرب. داكشي علاش بزاف ديال النجوم العرب وتا مغاربه صوروا معاهم في المغرب. انا بعيده يعني انا كتشوف تعرفي بعض الاشياء في الوسط الفني كتحقق بسبب العلاقات، ماشي ضروري تكون اسم معروف. عندنا اسماء بارزه هنا في المغرب، ما ولكن الا كنتي صديق ربما ما تكونش اسم بارز. ربما نخدموا الغدا تعشاو نتغداو نمشيو لابيسين اونصوم، ما كاين حتى شي مشكل. ربما العلاقه كتلعب دور كبير في هذا المجال. انا تكون صديقي وانا كنضحك معاك وانت كتبان غير شويه في التلفازه تقدر تدوز في هذاك البرنامج. يعني حتى في الغنى كاين اش كنسميو حنايا ماشي عصابات جميله، يعني اللي كرو عصابات جميله هذه بشرى سميتها البوم هذا عصابات التمثيل تيكون عندنا لي جروب في الغنى. واش كاين اغنيه فكره اغنيه عصابات يعني كيكون الكليكات كنسميوهم اللوبيات والكليكات اللوبيات. حتى في الغنى عندكم لوبيات والعبيسات. هناك لوبيات في المغرب عندنا وكنقول لهم تحياتي برافو عليكم. لانه اي مجال تكون فيه هناك كليكات او ويا ريت انه يكون بغرض يعني العمل او طرح اعمال مشرفه واعمال اللي كترقى بالمستوى ديال الاغنيه المغربيه او التمثيل او كذا، كتلقى شي حد حيت مراته راجلها مخرج كتمثل فيلم شي حد حيت اولا مغنيه راجلها منتج دخلها للغناء، فهذه محسوبيات اللي ماشي في صالح الفن وكتجيب التعياب لهذاك الشخص اللي كيقوم بهذه المسائل، لانه كيتعرض للهجوم والانتقاد والاشياء اللي هي ماشي في صالح ديالو.
نبقاو مع عالم الازواج. ومثلا مؤخرا شفنا بزاف ديال الفنانات كي بينوا ميدياتيكمون بارلون الرجل ديالهم. شفنا الفنانه نجاه رجوي، شفنا الفنانه دنيا بوتازوج، شفنا كذلك سعيده شرف. فحال كاين واحد تسويق صوره الزوج للفنانه. لا انا ما كنشوفهاش بهذه الطريقه. اولا هذا كان عرس والعرس كيكون اشهار، وما كنشوفش بان الزوج ديال الاخت او الصديقه ديالي نجات لان عزيز عليا بزاف انه كيظهر بشكل يعني اللي هو كيفاش كنسميوها اعلامي معيق باللغه العربيه بالدارجه. انا واحد صايمه هرب المصطلحات. يعني كاين هذاك عرس تعرفوا على الزوج ديال هذه الفنانه وحبوا وفرحوا لها، لانه لي فان كذلك من حقهم انهم يعرفوا الزوج ديال الفنانه ويفرحوا لها، لان كتكون كاين اللي حطها في مقام اخته، كاين اللي حطها في مقام صديقته، فشيء جميل جدا. اما باش يكون الزوج غادي معاها الحفلات، خارج معاها في كذا، فهذا ما انا كيجيني كينقص شويه من القيمه ديال الزوج، الهيبه ديال الزوج. يعني انا بعض المرات نقول للزوج ديالي عافاك انا تنبغيك تجي تحضر لي شي حفله، تيقول لي هذيك خدمتك اللي خدمتك زعيد برا. انا كنعرف مدام ديالي ما تعرفش الفنانه، وداكين اللي كيعتبر انها دعم لهذيك الفنانه، يعني ملي كيمشي معها راجلها او اللي كيبان معها في غادي تهتمي بيا اكثر ما تهتمي بالخدمه ديالك، حيت انا كنرد البال وكذا. وقال لي ما بغيتش تستريسي ما بيني وما بين ما بين كاين شي عمر. كيفاش نوع عمر؟ عمر عمر خويا. عمر خو عارف عمر خويا انا عمر زعما ولكن عمر كنرفعو الفنان عمر سعد الاخ ديال خلالك هذا الميساج نتفرجوا. اوكي الله انا في ميديا ايوا سبحان الله العظيم عصر السرعه هذا، تكون ما عرفت فين يجيبوك يجيبوك. بون خويا اسامه كنشكرك بزاف على هذه الاستضافه المفاجئه اللاسلكيه، و كندوزو عند لالا الفنانه المدرسه السفيره هدى سعد. كنقول لك مبروك عليك رمضان و هابي بيرثداي الفروسه الفارس. ايوا لالا عندي لك واحد السؤال بغيت نسولك، يقدر يكون سكوب يقدر يكون صفق صحفي ولا سبق صحفي ما عرفتش كي كيقولوا لها الصحافه. المهم لالا، هدى كريستي امتى غادي تخرج للنور وامتى غادي يولي برنامج ديال بصح ديال التلفازه ما يبقاش غير في السوشيال ميديا؟ واش عندك هذه الفكره ولا غير كتضحكي به مع لي فان ديالك؟ مفاجاه. احسن مفاجاه، وكنشكركم جزيل الشكر لان خويا انا عندي اخ واحد وملي توفى الوالد الله يرحمه فيه الاب وفيه الصدر وفيه السند كذلك، يعني العائلي واش فهمتي. كنشكركم بزاف لانه وريتوني خويا، واخا حنا كنتعيطوا ديما وداكشي، ولكن قدام الناس وهكذا باش يشوفوا هذه العلاقه الجميله. شيء جميل. شفتي الاب ديالك عمر هدى؟ بيان سور، هو ضمنا واحد وحنا وحنا خوت وفنان، عمر فنان وتيدعمني. يعني مؤخرا السهرات اللي كانوا عندي مؤخرا سواء في مكناس او في طنجه عمر رافقني فيهم، وحسيت بان القرب زاد من بعد ما الوالد ديالنا فارق الحياه، بحال ولينا كنحافظوا على بعضياتنا وكنحتويوا بعضياتنا اكثر. وعنده موهبه رائعه. وجاوبي دابا على السؤال، امتى يخرج؟ هدى كريستي تجد قبعده. ديما تنعرض عليه رجال من مراكش تيجي تيقول لي ما ساليش. ان شاء الله والله العظيم لا فنيتي ندير لكم هذا البرنامج، ولكن هو متطلب فيه بزاف ديال التحضيرات وبغيت نديره بشكل انا الحاجه اللي كنبغي نديرها كنبغي نديرها كامله مكموله. ما بغيتش نتقاس، وخصوصا انه هناك بزاف ديال اليوتيوبرز طباخات وكذا داروا قنوات عندهم هذاك. انا ما غاديش ندير قناه باش نكون واضحين، لان القناه الهدف ديالها معروف لان الربح المادي. انا اللي كنت غادي ندير غندير شي حاجه في انستغرام او في يوتيوب، ولكن ما غاديش نقول ديك الكلمه ديال تابعوني. الله يسهل على الجميع، حنا في غنى على هذه المساله هذه، وانما غادي ندير غير حبا في لاغ ديال الطبخ، وان شاء الله الله يقدرني ونديرها، حيت عندي بزاف ديال الامور. هدى واش انت اكزيجونت كنشوفوا في الفن، يعني انت فنانه شامله، يعني كتكتب وكتلحني وكتغني، ودابا كتقول انك ما تعمل برنامج ديال الطبخ الا لا كان بحقه وطريقه. واش انت اكزيجونت يعني شخصيه متطلبه؟ انا كنتمي لبرج العقرب، والعقرب معروف انه انسان منظم وانسان تيكون
يعني الشيء اللي قالوا الشيء اللي قرينا اللي عرفنا مزيان العقرب بزاف ديال الابراج المنظمين وكذا، ولكن من الخاصيات ديال هذا البرج انه تيكون انسان حازم وانسان عنده واحد مده معينه لتحقيق الهدف، ما ماشي تيقول وقت ما طرات انا كنحدد المساحه ديالي والوقت ديالي فوقاش هذا الشيء خصو يطرى، ولا قربت المده تنتهي كنبدا نجري واش فهمتي دونك مثلا مابغيش نكون حيت هذيك ليماج ديالي وخص الناس كانوا كيشوفوا واحد المستوى خص يبقى نفس المستوى باش ما تسمعش عليك ديك الكلمه ديال ولات عاد كتخربق. شكرا لك بزاف اللي جيتي الله يجزيك علينا ونعطيكم السكوب ديالي جديد. مرحبا الله يا ودي. انا من بعد المشروع ديالي ديال لا ميزون دوت الحمد لله بركوا ليا درت قاعه ديال الحفلات في مراكش على مستوى رفيع جدا وكندعو جميع العريسات اللي ان شاء الله مقبلين سواء البيجي هكا ولا البيجي هكا يجيو مرحبا بهم عندي عزيز عليا نفرح بالبنيتات وتبارك الله عليكم. بشرى الزغريزه الزغريزه خصها الزغريزه هذاك 11 الولد اللي غادي نولد اللي غنديرهم فرقه ونسميهم فرقه بدو الزكي غنديروا الصواب عندك هذاك داركم وهذيك القاعه ديالكم. انا غادي نتزوج مراكش دابا لا زلت على يدي انا اللي غنجيبكم. شكرا على هذه المعلومه الحصريه تبارك الله عليك بشرى غزاله وتبارك الممثله رائعه فان ديالك كوثر حبيبه ديالي تبارك الله عليك وجود ميرسي بوكو تبارك الله عليك ودا سعد. اليك الخط نوفل العوامله واش كتسمعنا تفضل. مرحبا بنوفل الا كان كيسمعنا وايلي ما كيسمعناش اذا غادي نمشيو للفاصل ومن بعد نواصل. مرحبا بكم في برنامجكم دوق وتمتع. في هذه الحلقة عندي لكم واحد المفاجأة أو لا واحد الحلوة اللي قديمة ولكن بغيناها للتجديد، هي حلوة الغراف. حلوة الغراف كي كان عقلو كان داك الزيزوة كي تنقولو لها حنايا كنعقدو لها بالسلك الغراف اللي كان ديال الحليب ديال الألومنيوم وكندير السلك الحديدة. دابا تقدمات الوقت دابا لقينا هذا في السوق، قلبت على الآخر مع الأسف ما لقيتوش في السوق ولكن لقيت هذا. إذن أول حاجة بطبيعة الحال حنا محتاجين العجينة، العجينة كاين فيها الدقيق، كاين فيها بيضة، شوية دقيق، بيضة، الملحة، السكر، والسكر فاني، الخميرة ديال الحلوة. من بعد كنخليوها ترتاح واحد 15 دقيقة. من بعد ما خلينا العجينة ديالنا تسرح 15 دقيقة وقطعناها على شكل كويرات بحال هكا، كنجمعوهم بحال هكا على شكل كويرات وكدابا غادي نقرصوها. بسم الله الزيت كتحاول تقبل العجينة باش تسهلها التسراح. دابا حاولوا نديروا ارق ما يمكن العجينه ديالنا ودابا كيف كتشوفوا قريب نشوفوا قاع ديال البلاطو ومن بعد ندوزوا الجراره هنايا نغص. هذه العمليه قديمه ودابا كنهزوا هذه من هنا وكندوروها ودابا غادي نخليوها طيب ندوروها نخليوها تشد الفورمه ديال الغراف. ودابا منين تحمرات الحلوه ديالنا غادي نجبدوها بالكروشي. بسم الله شوف كي تبارك الله كي مذهبه ومكوره ومن بعد غادي نحطوها باش تسقطر من الزيت في قاعد بابيي سوبالا وتبارك الله كي خفيفه. دابا غادي ندوزو للمرحله الثانيه وهو باش غادي اكومبانيو هاد او غادي نقدموها اللي غادي يمشي معاها وهو واحد الصلصه اللي غادي تكون بالكوفيتير و مايزينا الحليب ومزهر. تبعوا معايا ودابا غادي نوجدوا الكريمه ديال المشمش. بسم الله اذا عندنا الكوفي ديال المشمش شويه الحليب
شويه مايزينا، هادشي غير صوص الصلصه عرفتوا كنديروها مع الجوهره او كنديروها مع مايزينا، غادي نزيدوها حتى هي هاد الصوص الصلصه هذه كنديروها مع الجوهره او البصيله الحليب. كنقصحوا الحليب بهاد المايزينا كنزيدوا فيه شويه ما زهر كيقصح، وكنزيدوا فيه شويه ما زهر وشويه ديال السكر، كنحركوه مزيان، ومن بعد كنحتفظوا فيه بالثلاجه باش يبرد ويوقف. من بعد ما طيبنا الكريمه ديالنا حطيناها في الثلاجه باش تعقد وتبرد، ودابا غادي نخلطوا الكريمه ديالنا بما زهر، غادي نزيدوها مع الكوفيتير ديال المشماش، نخلطوهم المذاق راه لذيذ وزوين، وغادي نحركوهم بواحد الفوي مزيان. ودابا تبعوا معايا، دابا غادي ندوزو للتقديم. غادي نحطو الكريمة ديالنا، نديرو الكريمة ديالنا قاع ديال التبصيل، وغادي نحطو حلوتنا د الغراف بحال شي عروسة، وغادي نزيدو فوق منها السكر كلاسيك. ذوق وتمتع. اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في الجزء الرابع والاخير من رمضان معنا، والله يسامحك الشيف موحى وتتشهينا قبل دقائق معدوده من الفطور. زاكي والماكله والطياب اصحاب اعداء. قبل ما نمشي لمايوركا ما كنتش كنعرف نطيب بيضه. كنتي مع الوداد؟ كنت مع الوداد ديك الساعه. ملي مشيت لمايوركا ولي كنخرج مع الرئيس مسيو ميغيل كونتيستي في الباطو تاعو، كنصيدو الحوت وميم طون الباطو تاعو ما شاء الله. اسمح لي واحد الدقيقه وارجع لي للماكله، كنت مفشش بزاف في مايوركا. لا هما اللي مفشيني. اي لا هما مفشينك بزاف، كنت مدلل للفريق يعني، وكن درتي بزاف فينال ديال لاكوب. الناس كانوا كنت عزيز عليهم، كيبغوني سواء بحكم العطاء تاعي داخل الميدان سواء بحكم الاخلاق تاعي خارج الميدان. ومن طبيعه الحال كانت عندي واحد العلاقه عائليه مع الرئيس. صح واحد النهار نعستي في الكار ودوك كيقلبوني. نعس في الكار، نعس في الكار، نعس في الايروبور، نعس في اي كنعس في الكار. كتعيا؟ لان من طبيعتي الكار نطلع نعس، الطياره نطلع نعس، ما عندي مشكل مع الناس. تصبرش. كنتي معنا في اقلتي نهار مشينا لومومباشي ذاك الفول العالمي ديال كاس ديال كاس افريقيا 2015 مشيتي دخلتي نعس ديك العالم صاحي ديك في الطياره قدامي الرئيس سعد الفاس الفيري من الصباح قال لي سعدات برافو احنا بغينا نعسو صح احنا ما نعسناش ما نعسنا والو ذاك الفول كان تاريخ. الماكله قلت لك مشيت لمايوركا ما كنعرفش نطيب بيضه، ملي كنخرج مع الرئيس في النهار الليبر ديالي نصيد انا وياه الحوت وكنشوف هو كيدخل وكيطيب ومبلين من الرجال ديال الاسبان مبلين بلا كويزين. مايوركا جزيره المهم بقيت كنشوف بقيت كنتعلم، كنرجع للدار كنحاول نقلد، كتخرج الامور شويه بشويه حتى ولات عندي ديك الرغبه وديك الطموح باش نتعلم نطيب. وفعلا بالاحتكاك معاه وشويه نتعلم هنا وشويه نشوف هنا حتى وليت غير السمك لا كل شيء دابا كل شيء نطيب. وقصه ام سوان هي لها علاقه بصيد السمك وشوي السمك؟ لا ام سوان منطقه لا هي ديك البلاصه اللي كيلقى فيها الزاكي راح ذلك المعبد الذي احسن بلاصه عندي في العالم ارتاح فيها هي ام سوان. ساريتي العالم وام سوان بحكم سان فيلاج اللي هو صغير، كذلك ناس اللي هما ناس شعبيين وطيبين. كذلك ملي كنكون في ام سوان حتى واحد ولا انا بحال واحد مول البلاد، حتى واحد ما كيدير اونجين ما كاينش لا ازعاج هو بحال واحد مول البلاد. ومن طبيعه الحال تما انا مع شويه مبلي بالغطس كنغطس مره كنغطس مره مع الاصدقاء. ومن طبيعه الحال ملي كنصيد الحوت عندي الدار تما كنطيبو
جميل. يكون هدوء هدوء بعيد عن ضوضاء المدينة. شو الواحد الذكرى طيبة جدا. بصير تشوف واحد الماتش ونعاودها لك ونعاودها للساده المشاهدين. كنت فرجوا في الصالون انا وخويا ومعنا خوي نبيل الكبير. كتعرف نبيل؟ تحياتي ليه. مرحبا. ونبيل فقد الامل قال لك صافي تدراري المغاربه اصحابنا في الحومه. قال لك صافي ماتش الجزائر عقلت عليه 2004 وي اشواط اضافيه وفوز بثلاثيه للمنتخب المغربي. نتابعوا بعض اللقطات. ذكرى جميلة جدا سي بردوزاك. استرجعناها معك اليوم. هذه من المباريات الانسان اللي كيشوفها بكيتي داك النهار؟ لا ما بكيتش. بكيتي في الفينال؟ الفينال بكيت بطبيعة الحال. بكيت في الفينال. هذه مباراة اللي ما عمرها تنسى سواء لي انا سواء الستاف اللي كان. علاش كنت محقور شوية؟ قال لك الطيارة مشات خليها من دي ماريا باش يرجع. جروب صعيب. هادو نيجيريا بعدها مالي. هادو الناس اللي كان كيروج هاد الاشاعه ناس اللي ما كانوش كيامنوا بالاطار الوطني. نعم. يعني كيف ما بغى يكون اي اطار اجنبي فهو يمكن له يدير لافير. رغم المشوار ديالنا في الاقصائيه ديال كاس افريقيا 2004 داز بواحد سلاسه وبواحد القوه. يعني في الصدر ديال المباريات ربحنا خمسه تعادلنا وحده سجلنا من 18 نقطة جبنا 16 سجلنا 10 ديال الأهداف ما استقبلنا ولا هدف باقي عاقل وهكاك ومشينا ما تنساش الستاتيستيك. لا ما يمكنليش ننسى بطبيعة الحال. هذه أرقام اللي واضحة صحيح ماشي كنحطها أنا. رغم ذلك مشينا أوت سايدر. كاين بعض الناس اللي تيقولوا خليوا الطيارة دي ماريا ما بغيتش نرجع بزاف بطبيعة الحال ولكن الحمد لله كنت كتبع المغاربة باش كيخرجوا فرحانين وديك الأغنية اللي قلناها مع بشرى قبيلة الزاكي وليداته هذيك الشحنة اللي كانت كتعطينا داروا لكم استقبال أكثر من رائع ما رجعت من طبيعة الحال فضل المغاربة وكذلك الملك محمد السادس الاستقبال الملكي اللي ريكومبونسنا ذاك المجهودات وكذلك ذاك التعب اللي كان عندنا في تونس. باقي كتواصل مع نجوم ذلك الوقت جواد الزيري مختاري محل يعقوبي شوية يوسف حجي شوية يوسف حجي مرة وي. أما الشيء الآخر قليل. كانت عندي مناسبة باش ممكن نشوفهم في أزيلا في واحد مباراة كانت واحد مباراة كان دارها ودوس على الظروف تاعي ما سمحتش. على العموم يعني طبعتهم التاريخ بذلك الملحمة الكروية اللي كانت في تونس وخا ما يكونش يعني المنتخب يعني توج بلقاب ولكن على العموم يعني أسعدتم المغاربة ونحن منهم كنا باقين طلاب كنخرجوا في شوارع الرباط المغاربة في كازا خارجين وكل شيء ناشط الحمد لله احنا جاوبنا داخل الميدان ماشي بالهضرة صحيح. والنهائي ما كنتوش تستحقوا قاعد خسروه ذاك البرازيلي دو سانتوس على ما أعتقد رجعت من فوهامي ودخلت الكرة هدف ثاني. على العموم بغيت نعطيك صورة الثلاث حراس من البطولة الوطنية. أنت الآن تدرب في البطولة الوطنية حارس بإمكانك أن تقيم مشي هادو تقيمتا ديرشتيغان ونوير وعمالقة حراسة المرمى في العالم. اخترت لك ثلاثة الناس وما فيهم تقناوتي أنس زنيتي الصورة معنا وأيضا عبد الرحمن الحواصلي حارس حسنية أكادير حارس علينا الرجاء زنيتي حارس الوداد تقناوتي وعذرا يعني لباقي الحراس هو فقط اختيار هادشي اللي بغيت نقول عذرا لباقي الحراس اكيد هناك حراس يستحقون مرموقين لا مجال لذيك الاسماء تاعهم. نعم مادام جبتي لي ثلاثه هادو حراس اللي من المستوى الرفيع هنا في البطوله غاد تقول لي تقناوتي فهو كنشوفو نسي لو فيتور غارديا منتخب ديال المنتخب لانه مازال تصر عليا لانه واحد الشباب اصدقائنا يعني اللي كنشوفوهم مرصد برو ولا اصدقائنا في البطوله ولا بزاف ديال المواقع المتخصصه في رصد نجومنا داخل خارج ديار في ديار المهجر
أسماء عديدة من حراس المرأة، ما شابة في إيطاليا، في إسبانيا، في هولندا، ولكن أنت تقول بأنه المستقبل معك تقنبتي. من طبيعة الحال أنه ما زال صغير وما زال عنده لامارز بروغرسيون أمامه وعنده شخصية قوية داخل البوتو. من طبيعة الحال كنرشحه باش يكون واحد زنيتي ما يستاهلش يكون تروازيام غارديان مثلا في لاكان، بما أنه كان عنده مثلا تقنبتي يقدر يكون معنا في معسكرات. زنيتي هو حارس كبير، ولكن مع كامل الأسف نقدر نقول ظلمات الكرة. علاش ظلمات؟ على حسب على حسب على حسب الظروف. يمكن الوقيته اللي كيخصو يكون يشد بلاصه في المنتخب، وبالاخص نعم ملي كنا في المنتخب غاب على التباري، سواء مع الرجاء سواء خد فرصته مع المحليين. كان مع المحليين، كان مع المحليين، ولكن ديك الساعه سيطرو طار، لان اعطيني جا منير الاحمدي اللي في اسبانيا مع بونو اللي ولاو فرض راسهم بواحد القوه، وهنا تقطعت عليه الطريق. صحيح، كان هذا لا يمنع انه حارس كبير. الحواصلي موسم استثنائي. اما بالنسبه للحواصلي حسنيه قبل منها مع الفاتح. اما بالنسبه للحواصلي فهو حارس اللي نقدر نقول نضج معطل. يمكن الحواصلي بقينا كنعرفوه كحارس كبير في الاربع سنين الاخرى. صحيح، وكنعرفوا الان لاج ديالو 34 او 33. دربتي خو ياسين في الوداد؟ خو ياسين كنت كنتسنى يكون عنده واحد المستوى كبير، مع كامل الاسف ما مشاش بديك الوتيره اللي بدا بها. نتمنى له التوفيق. شكرا لك بدو زكا. ناخذك لواحد المجال اخر، مجال يتعلق بفقره ثابته من فقرات رمضان معنا، يتعلق الامر بفقره الرساله. واليوم شاب يبحث في الشارع العام عن مساعده في اعداد امتحان في اللغه العربيه، واعتقد الموضوع تاريخ المغرب الحديث. كيف تفاعل معه المره؟ الاجابه مع يسر المراكشي في الرساله. نتابع. لنفتح بوابة التضامن، بنك الصفاء، خط مستقيم. مشاهدينا مرحبا بكم. في عديد من الأحيان في شوارعنا المغربية كنصادفوا تجارب اجتماعية وسلوكات مختلفة. التجربة الاجتماعية اللي غنشوفوا اليوم هي ديال الطفل اللي كيطلب المرة أنهم يساعدوه باش يخرج التمارين ديالو. نشوفوا ردود أفعال الناس كيفاش كانت. سلام خويا، عفاك تقدر تعاوني؟ عفاك عندي واحد الامتحان تاع اللغه العربيه، عندي موضوع تاريخ المغرب الحديث، عفاك تقدر تعاوني؟ اربعه سطور الله يخليك. عفاك موضوع انشاء تاريخ المغرب الحديث، اعطينا شي اربعه سطور عفاك. تاريخ المغرب الحديث؟ الله يعاونك. ما قاريش انا، اميه ما قاريش، ولكن غنمشي دابا نصلي ان شاء الله الظهر ونصلي. وانا اسميتك عبد الرحمن. عبد الرحمن، وغادي ندعى معاك. الله يعطيك النجاح في الحياه ديالك. الله ينور طريقك. غنملي عليك وانت تكتب. أجل لك في الانترنت. تاريخ المغرب، تاريخ المغرب الحديث. سي سي بي رمضان. صافي لا لا شكرا. لا 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 شكرا. لا 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 شكرا. لا ماشي مشكل. تاريخ المغرب الحديث. تغرب المغرب الحديث. اقول لك حاجه، خلينا نكتب. تاريخ المغرب. السلام عليكم. كنشكرك على التضامن ديالك، التدخل ديالك في هذه الحاله الاجتماعيه، وبغينا رايك لما وقفك طفل بغى المسانده في التمارين ديالو. وقفتي في الاول ابتسامه، في نفس الوقت اختاريتي انك تساعده. وبيان سور، دابا هو الموضوع اللي اختارني فيه هو اللغه العربيه، ودابا حنا شحال هذه ديكونيكت انا باللغه العربيه، دونك حاولت انني ندير مع دي غوشاش في انترنت وهذا باش زعما نساعدو يعني على قدر المستطاع. اقل ما يمكن نديرو نعاونو هاد صيدني. حنا في المغرب خصنا نتعاونو مع بعضياتنا، حيت الا ما مشيناش نتعاونو مع بعضياتنا ما عمرنا غنوصلو للقدام. والمشكله هذه ان الانسان كيتما غادي بحال كيتسنى. دابا انا بصاب داز قبيله قال لي كيسحبوا كيطلبوا ولا شي حاجه، انا قال لي قلت ماشي مشكل نتعاون معاك سي با بروبليم. غير انسان انا بغيت نقول واحد الميساج غنوصلو هو ان نتعاونوا باش نوصلوا للقدام، الا ما تعاوناش ما نوصلوش للقدام. شكرا بزاف على الرساله ديالك. شكرا. قلت لي ولدي غادي ندعى معك بحال دعيت مع وليداتي، انا عندي وليداتي. الله يعاونك والله يسهل عليك والله ينور طريقك. شكرا بزاف. الدنيا هانيه ما كاين حتى مشكل، انا عندي وليداتي وكنقري، انا ما قريتش وكنقري وليداتي. بالنسبه لي ما باش نعاونوا بالقرايه ما نقدرش،
يعني بحال نعاون بحال وحدي انا نعطي المد فلوس باش يمشي خارج السيبر وصافي بالي انا التلميذ بغى يبحث كيقلب وكان شي واحد اخر ما غاديش يبحث كاع نهائيا ما غاديش يتسوق ولا قاعد ساعه قاع ويحيد يحيد كاع من الدروس ديالو ويتهنى هاد السيد مسكين كيتابر باغي يقرا نعاونو ماشي مشكل شكرا بزاف على التدخل ديالك شكرا شكروك في هذا المشهد هذا شفناك الا كان ممكن تعطينا رايك هذا مشهد تمثيلي شفناك دخلتي في الاول وعاونتي هذا الطفل هذا ومشيتي ورجعتي باش مازال تعاونو كنتي كتعيط ليه من اللي باش يجي عندك السلام عليكم بعدا باش نشكروكم على بحال هذه المبادرات بالنسبه اللي بديت معاه في الاول وبان لي هو باقي ما خداش الفكره مشيت قربت للبلاصه ديال سميتو جبت قلبت في الانترنت باش ما بغيتش نعطيه الفكره كامله تعطيه انترنت وما غاديش يوصل واخا غتعطيه غيدير اللي بغى ولكن ملي غيوصل للقسم راه ما غيدير حتى شي حاجه يعني غيدخل خاوي اذا الخلاصه اننا نعطيوهم وقت ونعاونوهم لان هادشي مزيان ليهم وغيفيدهم اكثر حسن ما يمشيو بلا تمارين هذا هو المشكل حاجه ولا عندنا مشكل ديال اش مواقع التواصل الاجتماعي بزاف يعني تندخلوها للسلبي وبعدنا على الكتاب الكتاب بصفه عامه بعدنا عليه وتنتمنوا من المواطنين الا شاف شي واحد بحال هاد الوليد هادي دابا كيفاش تقول انت هذا مشهد تمثيلي يقدر يكون واقعي وتا واحد ما غيشوفوش فيه كاع كنشكرك بزاف على التدخل ديالك معنا شكرا لنفتح بوابة التضامن بنك الصفاء خط مستقيم أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذا الجزء الذي فيه زمن يعني قصير جدا أسرع ماتش لعبتي في حياتك هتلعبوا معي دابا بدو الزاك شاهدنا الرسالة مشهد جميل جدا عندي بعض الصور اللي غنسولك عليها نبدأ مع رفيقك في مايوركا حسن فاضل حسن فاضل واحد من اللاعبين اللي كانوا موهوبين واللي كان هو السبب تاعي باش جيت لمايوركا جميل جدا عبد الغني بن ناصري مساعدك في تونس 2004 مع المنتخب الوطني قبل ما يكون المساعد تاعي في تونس فهو ماشي صديق كأخ تربينا جميع فعائلة واحدة صحيح رجل خلوق له ألف تحية في هذا العواشر نور الدين نيبت عميد الأسود نجم نجوم الكرة المغربية قل ما تشاء أسطورة من الأساطير صعيب من الصعب باش تلقى مدافع بهذاك الشكل وبديك لاكاليتي صحيح كان لك خلافات مع مهدي بن عطية عمرك كان عندي فيه خلافات ما عنديش الوقت نفتح هذا الملف مهدي بن عطية مهدي بن عطية بكل صراحة كنت مازال كنتمنى نشوفه في أوروبا ما دام كان عنده عرض مع المانشستر يونايتد كان كينجي زيدني عليك جواد الزايري جواد الزايري من المواهب اللي تربطنا في 2004 حكيم زياش وانت اللي جبتيه للمنتخب الوطني حكيم زياش في ما كنشوفه سواء مع اجاكس او مع المنتخب المغربي تكون راسي عايله عشان انا السبب تاعي انا اللي جبته للمنتخب انا اللي قنعته باش الحرب كانت في هولندا سي زكي من طبيعه الحال من السهل ماشي كان من الصعب باش تقنعه وتقنع المحيط تاعه وكذلك بالاغراءات اللي كانت عنده من هولندا شقيقك سعيد باد واحد من الاطر الكفاءه اللي في ميدان تدريب حراس المرمى واللي هو سان انستيتور ديال اسيا وكذلك انستيتور ديال الكاف ومطابق الحال اللي غادي يفيد الكره القدم الوطنيه وبالاخص في مجال حراسة المرمى الحديث عن الكره الوطنيه بعجاله المنتخب في كاس افريقيا ماذا تتنبأ له المنتخب عنده من الامكانيات باش يمكن له يمشي بعيد وانا متفائل ان شاء الله يمشي على الاقل مربع الذهبي ان شاء الله اللقب علاش طموحنا اكبر هذا على الاقل على الاقل اللقب توحشنا مغاربه الخليج في اوج العطاء كنهضروا على بن عطيه العربي في التحيل القطري امرابط مع حمد الله في النصر داكوستا مع الاحمدي في الاتحاد القاب من هنا وهناك كيف تنظر اليه؟ تنظر بان المنتخب كامل تما صحيح سته ولا سبعه العناصر هذا ما كيعنيش بان المستوى تاعهم نزل لان ما نساوش بان حتى البطوله ديال السعوديه او الخليجيه ما سهلاش لهذا فتنظن مازال يمكن لهم عطاو اضافه للمنتخب عبد الرزاق حمد الله بارقامه الاستثنائيه القاهره لو كنت مدربا للمنتخب الوطني هل كنت لتستدعيه ل مجاورتك في كاس افريقيا في مصر 2019 ما كنظنش كاين شي مدرب في العالم بهذه الارقام غيرفض احمد الله هذا ماشي تشويش على رونار ولا شي حاجه هذا راي خاص لا انا مني سؤال يعني مشروع وراي خاص الزاكي ومنصات التواصل الاجتماعي بغيت نقلب على حسابك لقيت 70 حساب كيحمل سميت الزاكي وبصراحه مزيان ملي جبتي هذا الشيء في المواقع كامله
اللي كتبان لي هنا على الشاشه كلها ماشي ديالي. لقينا ديالك نشوفوه؟ وري نشوف هذا ديالي. زكي بادو. هذا ديالي وهذا درته انا باش نوقف هذوك المنشورات اللي كتكون المنشورات اللي كدير. وهذا كان شي حاجه ماشي ديالك ماشي المسؤول عليها. نهضه بركان مع الزمالك بعد اقل من 3 ساعات من الان نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه، توقعاتك رؤيتك بعجاله. الى بركان عودنا بالقوه تاعو داخل الميدان تاعو على ارضه بالشكل اللي شنا، فان شاء الله تكون الكاس بركانيه. الجعواني في كلمه كمدرب صاعد ويقدم نفسه على اعلى مستوى. والجعواني تحياتي ليه من هذا المنبر، فهو اطار كفء واللي رفع راسنا واللي دخل التاريخ مع بركان. نعم. نوفل العوامل في كلمه كانت حق معك. شكرا زكي، شرفنا اليوم بهذه الدردشه الرمضانيه الجميله، وبالتوفيق مع الدفاع الحسني الجديد. شكرا. وستبقى دائما وابدا رمزا من رموز الكره المغربيه. شكرا. التي نفتخر ونعتز بها. شكرا. رمضان كريم. شكرا موصول لكم مشاهدينا. كاين توقيع، اعطيونا الكره. كره انا تفضل اتوقع عليها وانا غنعطي الاوروفوار. عندي القلم. إذن غل العودة ستكون مشاهدينا الكرام مباشرة الآن لاستديوهاتنا المركزية هناك في الرباط، معك أسامة بن جلون ورفاقك في بلاطو رمضان. معنا نلتقيكم يوم غد إن شاء الله، مواضيع جديدة وضيوف جدد. في أمان الله. شكرا لك نوفل العواملة، تبارك الله اللي كانت لقوا معك غدا في البلاطو الخارجي ديالك مع ضيوف جدد. شكرا لك كوتر جود بوشرة، تبارك الله عليكم. وحنا يطلبنا هدى سعد انها تبقى معنا شويه ديال الوقت باش نستافدوا ونستمتعوا بالصوت الرائع ديالها. ختامه مسك مع هدى سعد. يقولوا في كل ما يقولوش حبيبي كيف ما انت نبغيك، قلبي اختاروا ما نلوموش، انا عمري هديتو ليك، بك نعيش وبيك نحيا اجمل قصه في الدنيا، حبك قادر عليا امرنا بيني وبينك منايا. برافو، موعدنا